السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلتنا الخاصة بالبلاي ليست بالكلايمت تشينج، احنا قبل ما نبدأ بالبرامج المستخدمة أطوار التقارير الخاصة بالكلايمت تشينج لازم نعرف احنا كل مفردة بداخله. فبالمحاضرة السابقة شرحنا الانسيرتينيتي وقلنا الانسيرتينيتي اللي بالكلايمت تشينج موضوع جدا مهم، انا المفروض ادخله بدراسة الكلايمت تشينج والتغير المناخي حتى اشوف البرنابلتي والريزيلينس، ايش قد ضعف وايش قد عندي مرونة انا ممكن يتحملها النظام اللي انا دا ادرسه بحيث يتقبل التغاير او عدم اليقين اللي يجيني من اي موديل سواء داون سكيلينج او غيره. وان شاء الله احنا راح نسوي محاضرة ثانية نتكلم بها بتفصيل اكثر عن موضوع الانسيرتينيتي ونربطه مع الريزيلينس. اليوم راح ناخذ فد مفردة جديدة المفروض تعرفها انت من تدخل الكلايمت تشينج، يعني ماكو شخص يدخل الكلايمت تشينج اذا ما يعرف هذه المفردة اللي هي اسمها الكابلت موديل انتركومبارجن بروجكت. طبعا بغض النظر عن الفيس يا طور انت حاليا، لكن حاليا احنا بهذا التاريخ اللي هو ضمن 2023 اخر اصدار صدر به هو الاصدار السادس اللي هو التقرير السادس الخاص بالتغير المناخي من ابتداء من الواحد الى التقرير هذا التقرير السادس. يا منظمة اللي يعني مسؤولة، هذا الكابلت يمشي على التقارير اللي تصدرها الهيئة الحكومية للتغيرات المناخ اللي اسمها الـ IPCC، اسمها الـ Intergovernment Panel Climate Change. هذه المنظمة تصدر حسب كل 5 سنوات كل 10 سنوات تقرير خاص بالتغير المناخي اللي صار اللي يتنبؤون به للمستقبل اعتمادا على الاحتباس الحراري والسيناريوهات الانبعاث وتركيزها وغيرها من هذه الأمور، احتمال على البيانات التاريخية الموجودة سابقا، يصدرون بيانات مناخية مستقبلية حتى أنه يتنبؤون بمناخ الأرض على اعتبار أنه هذا الموضوع جدا مهم بالدراسات الحالية ويدخل بأي دراسة أنت ممكن تتدخل بها. فأنت المفروض من تدخل كلايمت تشينج تعرف هذا المصطلح اللي هو اسمه الكابلت موديل انتركومبارجن بروجكت فيس 6 اللي اختصاره CMIB6. شنو يقصد به هذا؟ احد يتوقع موديل، احد يتوقع هاي، لا هذا هو عبارة عن جهد يعني دولي يسمونه انترناشونال افورت. شنو الغرض من عنده؟ هي عبارة عن مراكز بحثية مناخية مقامة حول العالم. اذا احد من يسألك على الكابلد موديل انتركومبارجن بروجكت هو معناه ماني عدة كلايمت موديلنج سنتر، هو عبارة عن عدة مراكز نمذجة مناخية، هو هذا معناه مقامة حول العالم. يعني في كل دولة من دول العالم المتخصصة عندها مركز مناخي، مركز مناخي في هذه المراكز المناخية قررت تجتمع مع بعضها ويسوون لهم اسم خاص بهم اسم الكابلت اللي هو معناه النموذج المقترن أو النموذج المقارنة المقترن أو المشروع المقارنة، ويدرجون ويا الفيس. الفيس هذا منين يأخذون؟ حسب تقرير الهيئة الدولية لنمذجة المناخ أو للتغير المناخي، يا تقرير وصلت يسوون على أساس النماذج المناخية. تمام عيني؟ فمعناه هسه شنو هو؟ هو عبارة عن مجموعة من المراكز البحثية المناخية أو النمذجة المناخية حول العالم. نجي هنا The Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 شو يقصد به؟ Major هو International Effort، هو عبارة عن جهد دولي أو يتضمن الكلايمت موديلنج سنتر اراوند ذا وورلد ويتش كالبريت، الغرض من عنده امبروف حتى يحسن اور اندرستاندينج، حتى يحسن فهمنا العام لنظام مناخ الارض. تمام عيني؟ الايرث سيستم كلايمت اند والريسبونس اللي يجينا من عنده ومخت على استناد على مختلف من السيناريو. الكلايمت كومبارجن اللي هي هاي المنظمة، احنا نقدر نسميها المنظمة الدولية المقامة على عدة دول حول العالم، بولد استندت على حسب البريفيوس مالتها يا فيس انت هسه هذا من يقول لك 6، اذا هذا انشئ على اساس التقرير السادس اللي انشئته الهيئة الدولية لتغيير المناخ. فقعدوا هذه المنظمات الخاصة بالبيانات اللي انت تنزلها الفيوتشر كلايمت ديتا على الفيوتشر. فالغرض من عنده شوف ايش دا ينطيك، يقول لك ينطيك اكيوريت اسسمنت، تقييم كامل للباست للماضي والبريزنت الحاضر والفيوتشر كلايمت ديتا. تمام؟
تحت التأثيرات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية، يعني بنعطيك تأثير مثلا قيم البيانات المناخية، هاي أخذ بنظر الاعتبار التأثيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية إلى آخره، تمام عيني. فنجي البرسبيتيشن، إيش أقصد بيها؟ هي عبارة مثل ما قلنا، هو عبارة عن سن يعني مراكز نمذجة مناخية مقامة حول العالم، الغرض من عدها تستخدم بروتوكولات خاصة كومن بروتوكول آن سيناريو، الغرض من عدها حتى توفر لك أوتبوت ديتا، بيانات مستخرجة تحلل شنو المناخ، تفيدك هاي بيمن بإيفالويت، تقيم الموديل بيرفورنس، تشتغل بيها هيدرولوجي anything الكلايمت تشينج، يشوف تأثيرات التغيرات المناخية، حتى أنت الغرض من توصل من هذه الأمور، أنا من أدرس تغيير مناخي وهاي حتى أسوي آثار تخفيف من المناخ وتقليله تحسينه mitigation and adaptation، هذا أهم غرض أنا من عنده من أدرس الكلايمت تشينج المستقبلي أو المناخي، حتى أنا أقدر أتصرف أنطي decision خاص بالmitigation and adaptation، تمام عيني. فهسه يقول لك هنا ان الكلايمت الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت حسب الفيس اللي انت تدرسه يغطي كفر وايد رينج، يعني يغطي تاثير المتغيرات اللي حول العالم كلها، يعني انت من راح ينزل لك المتغيرات المناخيه اللي انت تحتاجها حسب المتغير المناخي. فمثل ما تلاحظ هنا دا يقول لك اني انطيك التمبرتشر والبرسبيتيشن وغيرها من المتغيرات المناخيه، الريليتيف هيوميديتي، عديد عندنا من العناصر المناخيه المندسبين تحت تاثير من ياخذ تاثير البحار، مستوى البحر، مستوى سطح البحر السي ليفل، تحت تاثير الاوشن سيركوليشن، دوران او التكوين السيركوليشن الخاص بالمحيطات، الاتموسفير كومبوزيشن، تركيب الغلاف الجوي ياخذ بنظر الاعتبار، والعديد من العوامل الاخرى اللي تتضمن عده سيناريوهات او فيوتشر، واهم سيناريو ياخذه اهم سيناريو منعتهن هو الفيوتشر جرين هاوس غاز ايميشن، تاثير تركيز انبعاث الغازات الدفينه، وبعد اللاند يوز تشينج، التغيرات اللي تصير باللاند يوز ايضا ياخذها، بعد البوليس كلايمت سيموليشن، وايضا ياخذ بنظر الاعتبار التغيرات اللي احنا نسميها البشريه اللي تتدخل بالسياسات الدوليه غيرها، السيموليشن اللي بالكلايمت. فهاي لاحظ هاي الامور كلها ياخذها على المدى الطويل، يسموها لينج تير ييرز، حتى نقيم حتى نعمل ايفالويشن للايرث كلايمت سيستم. فاوفر اول هو قلنا انه عباره عن مراكز بحثيه مناخيه للنمذجه المناخيه. نجي هاي حتى نعرف هذا المصطلح لان ضروري جدا نعرفه، يعني دائما انت تلاقي يقول لك وهذا الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت دكتوره وين يفيدنا؟ انت راح شو تريد؟ انت اول شيء تريد بيانات اقليميه عامه نسميها جلوبال عالميه، وهاي بعدين البيانات العالميه شو تسوي لها؟ تسوي لها داون سكيلنج، تحولها من ريزوليوشن خشن الى ريزوليوشن ناعم، تاثير تحول هذا النطاق الدولي كله شلون ياثر على نطاق منطقه دراستك فقط، فشو يسموها العمليه التحويل؟ يسمونها داون سكيلنج، وبعدين تسوي لها تصحيح تحيز. اوكي انا قبل ما امر بديش الخطوات واشرحها، انا اول خطوه اللي تتضمن احنا نسميها حتى اشرح لكم اياها بالمحاضره القادمه ان شاء الله، ايضا اسوي عنها محاضره باليوتيوب، اللي هو انا اكو بيانات انزلها مناخيه اسمها جلوبال كلايمت موديل، او لها اسم ثاني اسمها جنرال سيركوليشن موديل، نموذج الدوران العام او الجلوبال كلايمت موديل، او احنا نسميه الموديل المناخ العالمي، الى اسمين، يعني ذن الاسمين ترى ما يختلفن، اللي هن جلوبال كلايمت موديل او يعرف باسم ثاني جنرال سيركوليشن موديل. هاي البيانات انا من انزلها، منين انزلها؟ على حسب الفيس السادس او السابع، تنزلها من هاي المنظمه اللي هي الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. شو تريد تنزل؟ الفيس الخامس تكتب يمه خمسه ينزل لك اياها، السادس كذلك. هذا الموديل يتضمن عده موديلات، مو احنا قلنا هو بالاصل هو عباره عن مراكز بحثيه للنمذجه المناخيه حول العالم، فكل دوله منطيتك موديل مسويته، تنزل من عنده البيانات ويقول لك الكونتري مالته كذا، هذه الدوله منطيتك كذا، يعني لاحظ هسه اني راح اشوفك نموذج بسيط هنا ندخل. بالمناسبه هذا اللينك راح انطيك اياه، او قبل ما انطيك اللينك مباشره اعلمك على الطريقه اللي تدخل انت بيها اصلا وتكتب الـ هذا، مجرد ما تكتب هنا اكتب يعني بسهوله، تكتب سي ام اي بي حسب يا طور السادس، تكتب السادس
داونلود ديتا او ديتا داونلود، داونلود تكتب له هالشكل عفوا دي او دبليو داونلود، يطلع لك اول بحث بالسيرش فتاخذه تدخل على اول وحده. تمام عيني، حسب اذا بالمستقبل انت شفت الفيديو ولقيت السابع، مجرد هذا تغيره وتسوي السابع، فتدخل عليه من هذا الشكل. انا بس اني راح اسوي محاضره تنزيل بيانات محاضره واحد ان شاء الله، لكن حاليا بس اريد اشوفكم بصوره عامه انه لاحظ هذا الكابل مو الكابل مودي انتر كومبارجن بروجكت سيرفيس انترفيس او دينطيك هذه هذا. فهنا لاحظ اذا عندك انت تبحث انترفيس غيرها شلون تسوي داونلود. عندك عده موديلات يعني خاصة بالهذا، هاي الموديلات راح نتناولها بالتفصيل. يعني هسه أنا مجرد أريد أراويكم يعني لا أكثر، أريد أراويك الموديلات. هاي الموديلات يعني هذا المنظمات البحثية لكل دولة، إذا تلاحظ أشوفك إياها هنا أنا بشكل أفضل. لاحظ لاحظ هاي دا يقول لك أنواع الدول المشتركة بتكوين الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. هسه هناية ده ينطيك ايضا الدول المشتركه، كم دوله حول هاي الصفحه الرئيسيه، ومنين ياخذون التقارير مالتهم؟ من الاي بي سي سي اللي هي الانتر كفرمنت بانل كلايمت تشينج اسسمنت ريبورت، تعطيهم ياخذون التقرير او تقييم التقارير وعلى اساسه. شوف هسه لاحظ هنا اذا تدخل بالجانب يقول لك اكو قبلهم ذن القديمات البير بروجكت الثالث الخامس الرابع، الرابع بي 2 الرابع 4.1 و 4.2 مسوين. فلاحظ هاي الامور كلها تلاحظ ان شاء الله. فهسه نجي هذا يتضمن عده موديلات داخليه، يعني بداخله اكو عده موديلات، فشلون انت تجي على هاي الموديلات تختارها؟ لاحظ هسه لو نرجع احنا على نفس الهوم ونختار هنا مثلا سيرش انترفيس، تختار الداتا سيت، فعندك موديلات انت يعني كل موديل ينزل لك بيانات شكل، فهاي الموديلات اكو بيانات انقاب، فهاي الموديلات اللي بداخل الجلوبال العفو الكابلد موديل انتر كومبارج ايضا تنطيك شنو انسيرتينيتي. ليش؟ لان واكثر انسيرتينيتي تجي من هذا الموضوع، لان انت اذا تجي هسه تدخل على اي سورس اي دي غيرها الموديلات الموجوده تلقائيا راح تشوف انه اكو اختلاف. يعني كل ديتا ينطيها هو ينطيك لها بيانات خاصه بها. فهنا راح نجي على عده موديلات، هسه راح اشوفكم صوره اعتياديه. هاي لاحظ ايه هنا السورس اي دي، لاحظ اذا تنزل لي بهذا ان شاء الله راح اشرح لكم اياها الان بتنزيل البيانات. لاحظ سرت لاحظ اذا تنزل لي جوا لتلقى بيانات. هاي شنو هاي؟ هاي موديلات، هذا كل موديل يعني مثلا خلينا نجي يعني كمثال عدي هذا الموديل وهذا الموديل وهذا الموديل وهذا الموديل مؤسس من اليو اس اي اللي هي من امريكا، اكو كم موديل ياباني، اكو كم موديل بريطاني، اكو كم موديل سويدي، اكو كم موديل استرالي. فهاي الموديلات منين اجتني؟ من البلدان، وممكن مرات البلد نفسه يسوي اكثر من موديل، يعني عندهم فد اربع موديلات او خمس موديل، خمس موديلات العفو. اكو كم موديل عندنا من ناسا باور، من يعني وكاله ناسا الفضائيه، اكو كم موديل كذا، اكو يعني فد لاحظ لاحظ هاي الموديلات لها توزيع، لها احد يسالني يقول لي ليش زين البلد الواحد ليش ما يتفق يسوي موديل واحد؟ ليش اكثر لهم اكثر؟ مو احنا كل موديل من راح يتصنع والى قمر خاص صناعي وغيرها، ويعني ارتباطات ان شاء الله راح نوضحها بالمحاضرات القادمه، الى ريزوليوشن، الى ريزوليوشن يعني شبكه خشنه خاصه به. فمثلا هذا الموديل سوى بريزوليوشن كذا، هذا الموديل بريزوليوشن افضل، فكل ما تكون الريزوليوشن ادق الشبكه مالته انعم، النتائج راح تكون اقرب للواقع وافضل. فممكن هي مو نفسها الدوله مسويه فد خمس موديلات سته، لكن كل موديل له ريزولوشن يختلف، فهو هذا السبب. فهاي الموديلات موجوده ضمن السورس اي دي، فحتى نعرف انه احنا شنو الغرض هسه من الكابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت. انزل من عنده بيانات المناخيه العالميه اللي اسمها جنرال سيركوليشن موديل او جلوبال كلايمت موديل. تمام عيني، وقلت لكم وين انزلها، تختار انت هنا في موديلات محدده، مشتغل تشتغل على كل الموديلات، تختار في موديلات محدده القريبه من بلدك او اللي تناسب البيانات اللي انت تريدها، لان كل موديل الى والريزولوشن اللي انت تحتاجه. وان شاء الله هذا الشيء راح نوضحه بالمحاضره القادمه. اتمنى تكون محاضره هذا اليوم استفاديتوا من عندها،
ويعني لان هذا المقترح او هذا المفرده ضمن الكلايمت تشينج، اول مفرده المفروض انت تعرفها اللي هي اسمها كابلد مودي الانتر كومبارجن بروجكت، يعني ما تدخل تغير مناخي او غيره اذا ما تعرف هذه المفرده. فانا صراحه ما حبيت ارتقي انه مباشره ادخل اعلمكم على البرامج شلون تنزل كذا، لازم انت تعرف فلسفه الموضوع بالبدايه حتى تعرف كل مفردة ليش نستخدمها، شنو الغرض منعتها. هاي عرفنا الغرض منعتها، انزل اول بيانات قبل ما اسوي لها اي تعديل without any advancing. اسوي من انزلها، انزلها من عدة. شو اسمها البيانات اللي تنزل منعتها؟ اسمها Global Climate Model او General Circulation Model، ننزلها منها بعدين ندخل على البيانات الثانية. زين هذا كم، هذا هل هو شخصي أم جهد دولي، مراكز بحثية حول العالم، وين الاي دي اللي يدخل عليه؟ أنا راح أنزل لكم هذا اللينك بصندوق الوصف اللي هو مباشرة يدليك على الموقع الخاص بهم، أو تقدر أنت مثل ما علمتك قبل شوية تكتب داونلود يعني كابلد موديل انتر كومبارجن بروجكت والفيس اللي تريده، وبصفك تبدا داونلود ديتا وادخل على اول واحد بالجوجل، تلقائيا راح يدليك على البرنامج. اتمنى تكون المحاضره هذا اليوم واضحه اللي هي بتوضيح هذه المفرده الخاصه بالكلايمت تشينج. اذا عندكم اي سؤال او استفسار عليها تقدرون تراسلونا على القناه ان شاء الله نجاوبكم. وارجع واقول هذا الرقم اللي يندرج وياها هذا خاص بالتقرير، يعني انا هسه هذا يقول لك هذا الرقم هنا خاص بالانتر جوفرمنت بانل كلايمت تشينج اسسمنت ريبورت اللي هيئه الدوليه الخاصه بتغيير المناخ تسوي، وان شاء الله ايضا راح اسوي عنها محاضره حتى تكون واضحه للجميع. نلتقيكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه، ولا تنسون دعمنا بالقناه بالاشتراك.